جمهورية مصر العربية. الحضور الكريم، ما أعظمه من يوم أن تجتمع فيه هذه الوجوه الندية، ولا تكتمل سعادتنا إلا بوجود تلك القامات السياسية والحزبية والدينية والمجتمعية والتي شرفت بهم مدينتنا مدينة البدوي وريح آل النبي. السيدات والسادة، وصية الأب الوطن، والوطن أهل وأمن وسكن، الوطن مراتع الطفولة، ذكريات الأمس التي لا يمحوها الزمن، فالتاريخ وصائك الأجيال. فاليوم موعدنا مع صناعة الغد والتاريخ، مع العطاء والوفاء. إن إرادتكم التي تجلت بالأمس في مناداة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فحين قلتم يومها كانت الكلمة مسموعة، وحين دعوتم لبى النداء: لبيك يا مصر، لبيك يا مصر، لبيك يا مصر. فيوم تاهت البصرة وترأرجح السفين، جاء الرئيس للبحر ربان، ويصبح للغمد سيف وعنوان، ويصبح لصوت الأحرار درع بالعدد. والكلمة التي تجلت بالأمس في مناداة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فحين قلتم يومها كانت الكلمة مسموعة، وحين دعوتم لبى النداء: لبيك يا مصر، لبيك يا مصر، لبيك يا مصر. فيوم تاهت البصرة وترأرجح السفين، جاء الرئيس للبحر ربان، ويصبح للغمد سيف وعنوان، ويصبح لصوت الأحرار درع بالعدد والكيف. جناتك السادة الحضور، تجدد شكري وترحيبي بكم جميعا، أشكركم على حضوركم لهذا المؤتمر. السيد الدكتور الأستاذ أحمد شعراوي، مساعد رئيس الحزب ومحافظات الدلتا، منور الدنيا كلها يا فندم. أتوجه بالشكر إلى السيد اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ونائب رئيس الحزب. شرفتنا ونورت طنطا كلها يا معالي اللواء. السيد الدكتور الأستاذ أحمد شعراوي، مساعد رئيس الحزب ومحافظات الدلتا، منور الدنيا كلها يا فندم. خصصت للمرشح عبد الفتاح السيسي رمز النجمة
ورقم واحد من المرشحين. رمز النجمة وأنا لي دلالة فيها لأنه يتمتع برؤية ثاقبة طويلة كوصول النجمة للسماء. ورقم واحد ليس عدد ولكنه أول رئيس جمهورية يدعم الشباب المصري ويعقد مؤتمرات للشباب في 2016 ويجمع الشباب من جميع دول العالم في مؤتمرات لكي يربطهم بالوطن الأم مصر. واحد هو أول رئيس جمهورية يدعم ويؤسس للمواطنة داخل جمهورية مصر العربية، وده لأنه الرئيس الذي ذهب إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليلة العيد ليهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، فهو أول رئيس يقوم بذلك، وهو الرئيس الذي سمح بقانون بنى الكنائس. هذا القانون الذي دخل أدراج الرؤساء السابقين جميعا من أيام الدولة العثمانية، عشان كده أنا بقول هو رقم واحد. رقم واحد لأنه أول رئيس يدعم المرأة المصرية، أول رئيس يشعر ويشعر بإنسانيته أن المرأة المصرية لابد أن تمكن باعتبارها هي عمود البيت وعمود الأمة المصرية. عشان كده تم تمكين المرأة المصرية في العديد من الأماكن والوظائف، مش لأنها عدد، لأنها جديرة بهذا التمكين. هو أول رئيس للجمهورية تقدم بمبادرات رئاسية للحفاظ على صحة المواطن، فقضى على فيروس سي بشهادة المنظمة العالمية للصحة. هو أول رئيس للجمهورية أسس المبدأ المساواة بين الجميع على أرض الدولة المصرية. هو رئيس يهتم بالمواطن المصري البسيط ويهتم بالشعب المصري. هو منذ بدأ الرئاسة وتولي السلطة في هذه البلاد وهو يعمل من أجل مصر. الأمن، الأمان في منطقة يحوطها حدود ملتهبة. الأمن والأمان هو شاغله الشاغل، فعمل على تسليح الجيش المصري بقى أقوى جيش. عاد للشارع المصري انضباطه بعد البلطجة، بعد مش عايزين ننسى اللي فات، احنا مرينا بفترة عصيبة ولولا الرئيس عبد الفتاح السيسي ما استطعنا ان نجتاز هذه يعني ان الدولة تجتاز كل ما دار في الفترة السابقة. طبعا الجميع سبقوني في الادلاء بالفترة الماضية وما تم انجازه فيها، وبالتالي انا مش في حاجة ان انا اكررها، ولكن من منطلق السياسة الخارجية ادعي تماما ان مصر اصبح لها صوت، مصر لها احترام وتقدير من كل دول العالم. الكل يسعى الى انه يجي مصر اولا حتى يستمع الى رأيها والى موقفها ويتخذ نموذج يسير عليه فيما بعد. سياستها الخارجية عامت على دبلوماسية رئاسية راقية أخلاقية بتنبع من حضارتنا ومن ثقافتنا، ودبلوماسية رسمية بتقوم على ثلاث محاور أهم، وهي السلام والاستقرار والتنمية. سنظل على عهدنا وسنظل محافظين على دولتنا الراسخة في الانتخابات القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا وشكرا لحزب القيادة اللجنة العليا برئاسة الشيخ محمود فوزي، دي على مستوى الجمهورية. في لجان على مستوى المحافظات، احنا هنا في الغربية في لجنة شكلت من خمس أفراد، معالي اللواء أحمد يحيى ممثلا عن الحزب حماد وطن، النائب محمد العريبي عن حزب مصر الوطن، النائبة دعاء عريبي عن تنسيق شباب الأحزاب، والدكتورة زينب سالم عن حياة كريمة، وأنا عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. المجموعة دي مجموعة تنسق، وهنا عايز بالرسالة بقى لازم تصل إلى الجميع. يعني دايما في المراحل المعينة لابد أن يكون هناك اصطفاف وطني. احنا داخلين على أي معركة
حقوق كنا لحد 73 ما نقدرش نفرق بين مواطن ومواطن. في اي موضوع قومي او موضوع وطني الكل بيتكاتف والكل ينص في بينهم. عشان كده ما كانش ينفع واحنا يعني في قيمه كبيره زي الرئيس عبد التحسيسي ان احنا كلنا بندعمه وبنأيده، فكان لابد ان يكون هناك توثيق وتعاون لان الهدف كبير. وهنا عايز اقف نقطه يعني بسيطه جدا عشان ضمن وقت حضراتكم السمين. احنا طبعا اولا الانتخابات الرئاسيه ده استحقاق دستوري طبقا للماده 140 وانا بقول الانتخابات اهميتها يعني لعده اسباب غايه الاهميه. في بعض الاصوات بتنطلق من هنا وهناك يقول والله احنا عندنا مشكله غزه ما بلاها انتخابات ووفر الفلوس ولا لا. طبعا ده كلام معلش لا يجب ان احنا نقوله خالص. ده استحقاق دستوري ودي دوله، واحنا يهمنا كلنا في الفتره دي نبقوا حوالين قيادتنا السياسيه. وهنا عندي مثال بسيط جدا. احنا النهارده يعني ليه احنا بقول للمواطنين كلنا بلاش كلمه ناجح ارجوكوا بلاش نسمعها. هو ناجح باذن الله بس هتفرق قوي وهقول تفرق ايه في انك عشان نذهب كلنا صندوق الانتخابات، لان طبعا طبقا للماده 87 من الدستور اللي هي من المواد القليله قوي اللي ربطت بين الحق وبين الواجب. الماده 87 من الدستور بتقول ايه؟ المواطن له حق في يعني الحياه العامه واجب وطني، المشاركه في الحياه العامه واجب وطني. والاداء بالصوت سواء في الاستفتاء او الترشح في الانتخابات ده حق دستوري. يبقى الماده دي مزجت ما بين الحق وبين الواجب. يبقى انت كمواطن كلنا كمواطنين لنا حق دستوري ان احنا نكون صوتنا، دي اول حاجه. نمره اثنين واحنا رايحين ننتخب بننتخب شخص واحد. يعني الانتخابات البرلمانيه احنا بنروح ننتخب 528 في مجلس الشيوخ 200 في المحليات بعد كده 52,000. اما احنا رايحين ننتخب شخص واحد. طيب الشخص واحد ده طبقا للدستور ايضا اما نشوف الباب الخاص برئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله، هو رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، هو رئيس السلطه التنفيذيه، هو الذي يعلن حاله الطوارئ بعد اخذ راي مجلس الوزراء، هو الذي يدعو الى الحرب بعد اخذ راي مجلس النواب، هو اللي بيدعو هو اللي يكلف رئيس مجلس الوزراء تشكيل وزراء، هو اللي يعفي الحكومه بعد اخذ راي مجلس النواب، هو اللي بيعين الموظفين ومدنيين والسياسيين والعسكريين. كل دي سلطات واختصاصات رئيس الدوله. هل هذه الاختصاصات قليله ان احنا نروح ندي صوتنا؟ الامر الخطير والمهم والامر الجلل المرحله اللي احنا فيها مرحله غايه في الاهميه. النهارده العالم كله شايفين موقف مصر وموقف رئيس مصر. موقف رئيس مصر منذ اللحظه الاولى لاندلاع الحرب موقف ثابت، موقف قوي، موقف شجاع، موقف فيه كرامة، موقف فيه حكمة. الرئيس موقفه ثابت، الرئيس لم يهتز، وكل الزعماء اللي بيجوا لأي دولة بيجوا مع الرئيس يغيروا أفكارهم. الرئيس وقف وقال مفيش تقسيم، مفيش عملية تهجير قسري لإخواتنا من أهالي غزة لسيناء. مش عشان احنا مش عايزين نضيفهم، احنا عندنا 9 مليون مواطن موجودين من اخواننا العرب، ولكن تهجير اخواتنا من غزه الى سيناء يبقى قضيت على القضيه الفلسطينيه قضاء نهائيا. الرئيس النهارده اما يقول لا لوقف كل العمليات العسكريه، اما يقول لا لحد ضرب المدنيين، كل دي مواقف ثابته للرئيس. الرئيس كان في استفزازات بتحدث على الحدود، ولكن بحكمته وقيادته بيبدا يتعامل مع هذه القضايا. النهارده اخر كلمه هقولها ارجوكم انت لازم تروح ان شاء الله مش يعني انت رايح ضد مصر. النهارده اما الشعب المصري خرج 30/6 خرج ووقف موقف على قلب خرج واحد خلف قيادته. النهارده احنا في امس الحاجه، الرساله اللي هتروح للعالم كلها الرئيس المصري نجح بكم صوت؟ 10 مليون غير 60 مليون غير 70 مليون. ارجوكم ما تبخلش بصوت. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق منا الكثير، وما يجب ان نقدمه له خلال الانتخابات القادمه
هذا الاستحقاق الدستوري والواجب الوطني المفروض على كل مواطن مصر أن يذهبوا إلى صناديق الانتخاب في يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر 2023 للإدلاء بأصواتهم في صناديق الانتخاب. يعني عايز أقول الرد الكبير لما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر ولشعب مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 30 يونيو 2013 وانضمامه للإرادة الشعبية أو انحيازه للإرادة الشعبية متحملا كل المخاطر والتهديدات التي كانت تحيط بسيادته، ومنذ توليه المسؤولية في 2014 وعلى مدار 9 سنوات حقيقة مشروعات قومية عملاقة يعني موجودة على أرض الواقع وليس كلام يقال، لا المشروعات موجودة وفي كل أنحاء الوطن. يكفينا فخرا ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر ولشعب مصر من المبادرات الكثيرة التي قدمت، سواء مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة حياة كريمة، أعظم مبادرة يعني هتخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري وكان ليها تكلفة تقديرية 700 مليار جنيه مصري، ولكن في ظل طبعا الأحداث اللي موجودة حاليا هذه الأسعار يمكن المرحلة الأولى يعني تعدت الرقم اللي كان مخطط ليها وتضاعف هذا الرقم.